بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين، والسلام على مولانا الإمام المستتر نضار عليه السلام. أما بعد، لما كان سيدنا يوسف هو حامل سر سيدنا يعقوب، وسادتنا آل البيت هم ورثة السر العظيم، فإن سر حسن الصباح صاحب مفتاح الجنة في روح وقلب وصدر مولاي الهادي ابن حسن الصباح. فأنا قدامكم بعلن وريسي وصاحب مكاني ومكانتي وصاحب مفتاح الجنة من بعدي، له السيادة التامة والنور الأبهر، ولقد رأيت منه العجائب، ورأيت الملائكة تسلم عليه وتلقنه العلم، ولقد أخبرت من مولانا الإمام عليه السلام إنه الإمام من بعدي. عليكم ليها الطاعة التامة في كل شأن من شؤون دنياكم ودينكم من الآن وإلى ما شاء الله إليه من عمر. قوموا وبايعوا أميركم. ليك الطاعة في رقبة اليوم الدين يا مولاي وابن مولاي. مولاي الهادي. أنا الهادي بس يا برزك. ليك الطاعة والمحبة التامة يا مولاي. أنت ابن سيدنا، فضلك علينا جميعا. أنت سره. مش عارف دي حاجة تفرح ولا حاجة تقلق. تفرح يا مولاي. أنت الأمير ابن الأمير. أنت سيدنا وأنا العبد الذليل.